استقر اتحاد الكرة على تجميد ملف المفاوضات مع هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب في ظل وجود حالة من الانقسام بين الأعضاء حول مصير الخواجة، خاصة بعد نتيجة مباراتي المنتخب أمام البرتغال واليونان والخسارة أمامهما. ورغم أن اتحاد الكرة كان قد بدأ مرحلة جس النبض للخواجة الأرجنتيني لتجديد عقده مع الفراعنة بعدما قاد المنتخب للمونديال بعد غياب 28 عاما، إلا أن أصواتا في الاتحاد تراجعت وطلبت بتجميد التفاوض مع المدير الفني للمنتخب بسبب النتائج غير المرضية للفراعنة في مباراتي البرتغال واليونان.